مجموعة من النقاط تطرق إليها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بشأن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في المغرب. فالإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية حسب المسؤول المغربي، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس ما زال مستمرا. أما المقاربة المعتمدة لمواجهة تفشي كوفيد-19 فقد جعلت المملكة تشكل نموذجا في تدبير الأزمة، لا سيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين وجعلها أولوية قصوى. فعلى مستوى التدابير المتعلقة بالحد من تحركات المواطنين، تم اعتماد العزلة الصحية على المواطنين عقب تسجيل أول حالة إصابة بالمملكة، تلتها إجراءات وقائية أخرى أخذت منحا تصاعديا يواكب تطورات الحالة الوبائية، من أهمها منع التجمعات العمومية لأكثر من 1000 شخص، ثم التجمعات التي يفوق عددها 50 فردا، قبل أن يتم في وقت لاحق إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، وكذلك إغلاق جميع الفضاءات المفتوحة في وجه العموم وتوقيف كل الأنشطة التي تشكل أو لا تشكل أي تأثير على المعيشة اليومية للمواطنين، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي همت تدبير مرفق النقل العمومي قبل أن يتقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية. ومن بين أهم التدابير الاستثنائية تم أيضا اتخاذ قرار منع تنقل المواطنين خارج بيوتهم إلا للضرورة القصوى وفق رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية ومسؤولي الإدارات وأرباب العمل وحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا، ثم كذلك إقرار إلزامية ارتداء الكمامات وكذا منع التنقل بين المدن باستثناء الحالات الضرورية لأسباب اقتصادية ومهنية وكذلك لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة. وفيما يتعلق بالتدابير المندرجة ضمن المقاربة التضامنية لمواجهة جائحة كورونا، فقد مكنت وإلى غاية 31 من ماي من استفادة 3.5 مليون من الساكنة من مساعدات غذائية بلغت قيمتها حوالي 1 مليار درهم بجميع العمالات والأقاليم. وكذلك هذا وأوضح الفتيت أنه تم وبتعاون مع المصالح المختصة تم إيواء 10,490 شخص لا يتوفر على سكن قار. في سياق آخر، تم تعبئة أزيد من 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32,000 سرير، وذلك من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم. وفي الأخير أكد وزير الداخلية أن العمل بحالة الطوارئ بالمملكة منذ 20 مارس الماضي أعطى نتائج جد إيجابية، لكن يبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها، كما أن القرارات الشجاعة التي اتخذها المغرب في مواجهة تفشي هذه الجائحة جنبت البلاد أخطارا كبيرة.